أسعد الله أوقاتكم. هذا صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبته الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب فارس الخطاب: قد يدخل المراهنون على مصالحهم الحزبية والسياسية الضيقة العراق في نفق مظلم جديد يتمثل بطروحات باتت أقرب إلى التنفيذ من رهانات قادة الكتل النيابية، بدءا من الإطار التنسيقي المعرقل لطموحات مقتدى الصدر ومساعيه إلى تشكيل حكومة الأغلبية، وهو تشكيل حكومة طوارئ تتولى إدارة البلاد وحل مجلس النواب، ثم الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة، خصوصا أن هذا الموضوع تجاوز حدود استخدامه للتلويح بالضغط على الخصوم من الصدر، إلى موقف طرحه رئيس مجلس القضاء فائق زيدان في حال دخول العراق في فراغ سياسي بسبب الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية. باتت القوى المختلفة في العملية السياسية في العراق تعيد حساباتها بشكل سريع وتفاعلي من أجل عدم اللجوء إلى حل مجلس النواب، فجميع أركان هذه العملية بكل أحزابها وكتلها وقياديها يدركون حجم المخاطرة لمثل ما تشكله خطوة تشكيل حكومة طوارئ في البلاد وما يرافق هذا التشكيل من خسائر مؤكدة للمكاسب السياسية المتحققة على حساب نتائج لا يمكن التكهن بها مطلقا، وقد تذهب بهم إلى خارج حسابات الشعب حتى بين مريديهم. ما يلفت النظر في ماراثون جلسات مجلس النواب العراقي وعدم إنجاز مهامه الدستورية موضوع النواب المستقلين، فدور هؤلاء ما زال غير مسؤول وغير مفهوم، ففي وقت يعاني منه شعب العراق من أزمات اقتصادية وأمنية بالإضافة إلى السياسية، يتغيب هؤلاء النواب عن حضور جلسات التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية بما لا يسمح باكتمال النصاب القانوني، وبالتالي تؤجل الجلسات مرارا من دون جدوى. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال نشره موقع عربي 21: منذ الساعات الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق بدأت معضلة تزوير التاريخ، حيث سمي الاحتلال تحريرا والمقاومة إرهابا، وصارت جريمة حل الأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلامية وتخريبها خطوة لبناء الدولة، وهكذا الكثير من الفعاليات والمفاهيم انقلبت لتضرب كيان الدولة والفكر الإنساني، وكأننا أمام مرحلة نكوص على جميع الحقائق والأعراف والقوانين الإنسانية الصافية. وقد دخل التزوير في مؤسسات العراق المدنية والعسكرية والميادين السياسية والعلمية والفكرية والدينية والإنسانية، ومنها رتب العسكرية الوهمية والكفاح المزور ضد النظام السابق والدرجات العلمية غير الحقيقية. جماعات تزوير النضال الوطني لقلب التاريخ وتسقيط الخصوم ولتلميع صورة المخربين والمتلاعبين بالوطن وخداع الجماهير وفقا لقاعدة اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. وهنالك منذ عدة سنوات جهود سياسية حثيثة لتزوير واقع البلاد العام والحديث عن استتباب للأمن وتوفر الخدمات والدعم الصحي والإصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتأمين الأمن الغذائي والمجتمعي والقانوني والمعتقلات النموذجية وضمان حرية التعبير وتقبل الآخر والإعمار وتعويض المهجرين والمتضررين وغيرها من الادعاءات غير الحقيقية القاسية والمؤلمة والتي يحولون قلبها وتزويرها مع كونها أرهقت الناس وحولت حياتهم لبؤس وشقاء وتعاسة لا يمكن وصفها إلا ممن يعايشونها ويجربونها، لأنها من الأمور الذوقية البعيدة عن التشخيص. إن الحديث الزائف عن بناء الدولة والأمن وحرية التعبير جزء من مخططات نشر اليأس والقنوط في المجتمع، وبالتالي الاستسلام للقوى المالكة للسلاح وبقاء تحكمها بالدولة وقراراتها،
وأيضا ضمان صمت المجتمع الضعيف الراكض وراء لقمة العيش والأمان. وتعتبر محاولات تبديل التاريخ وتزويره جناية ضد الإنسانية، لأنها تتعلق بخداع الأجيال الحاضرة واللاحقة، وترفع مكانة المخربين وتحط من قدر البناة والمصلحين، وهي جريمة لا تقل بشاعة عن جرائم الإرهاب التي تقتل الأبرياء وتهلك الوطن. يقول الكاتب إبراهيم الزويدي: في بلادنا والبلاد التي تشبهنا فجميع الانتخابات من أولها إلى آخرها مزادات ومقايضات وأحيانا كثيرة معارك بالسلاح والمال وسلطة الحكومة. طبعا هنا لا نتحدث عن دول يقرر رئيسها أو ملكها أو مرشدها أو وليها الفقيه أو حزبها الواحد سلفا من هو المرضي عنه الذي يحق له الترشح للانتخابات، ومن هو الناخب المؤتمن المسموح له بالتصويت، وكم عدد الفائزين وكم عدد الخاسرين، كما هو الحال في إيران وروسيا والصين وكوبا وفنزويلا. بل نتحدث فقط عن الديمقراطية في العراق باعتبارها أفصح مثال على الانفصام السياسي والثقافي والديني والعقائدي. فما جرى في العراق منذ انتهاء الانتخابات الأخيرة في تشرين الثاني من العام الماضي وما يجري اليوم وما سيظل يجري لشهور قادمة دليل فاقع ومدون على قلة الضمير وموت الوطنية وسوء السلوك. لا الإطاريون مستعدون للتخلي عن مواقعهم المجزية في السلطة، ولا هم قادرون على كسر إرادة الصدريين وحلفائهم البرزانيين والحلبوسيين وأخذ الجمل بما حمل دون شريك، ولا مقدد ومسعود والحلبوسي مالكون القوة الكافية لإلحاق الهزيمة النهائية بخصومهم الإطاريين. ثم لا هؤلاء ولا أولئك فاهمون الديمقراطية على حقيقتها وملتزمون بأخلاقها وقواعدها التي لا تكون بدونها. فالديمقراطية التي أرسى دعائمها الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر والمرجعية وإيران في العراق منذ عام الغزو الأمريكي للعراق هي أقصى ما تسمح به دولة الأحزاب المملوكة لبضع أسر عريقة في العشائرية الإقطاعية، وتحتاج لصناديق الاقتراع لتستر ديكتاتوريتها بشرعيتها المغشوشة. وبغض النظر عن نتائج الانتخابات فلا مبدل لما تعافوا عليه، فرئاسة الجمهورية حصة البيت الكردي، ورئاسة البرلمان حصة البيت السني، ورئاسة الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة حصة البيت الشيعي، ثم تقسم الوزارات والمؤسسات على الشركاء كل حسب وزنه وحجمه وتبعا لقوة الدولة الخارجية التي ترعاه وتحميه. والغريب العجيب أن قادة أمريكا وحليفاتها الأوروبيات الذين لا يسمحون بتزوير الانتخابات في بلادهم يمجدون تزوير الانتخابات عندنا، وثم يشيدون بنزاهتها وسلامة نتائجها. في من صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب علي حسين يقول فيه: منذ الأيام الأولى لكتابة المقالات حاولت مثل أي مواطن أن أفهم كيف يفكر السياسي العراقي، لكنني عجزت، وأحياناً أسمع كلاماً منمقاً عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد، ثم راحت هذه الوعود تتناثر ولم أعد أفهم لماذا يصر السياسي العراقي على الاحتفاظ بجواز سفر دولة أخرى، ولا لماذا لا تعيش عوائل المسؤولين في العراق. ثم رأينا قادة البلاد يتوزعون طوال الفترة الماضية على بلدان العالم، وكان أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة يزيدون ويعيدون في حكاية حب الوطن والتي رسخها قبل 18 عاما المتقاعد الأبدي غازي لياور الذي وافق على أن يستبدل الرئاسة براتب ملياري. لا أعرف، ربما لجهل المستمر، معنى أن يكون وزير أو رئيس وزراء أو عضو برلمان أو رئيس جمهورية مواطناً لدولة أخرى يحمل جواز سفرها يتباهى فيهم بمطارات العالم، كما لا أستوعب أن يحصل مواطن كندي مثل خضير القزاعي أو هولندي مثل صلاح عبد الرزاق
أو دنماركي مثل علي العلاق أو بريطاني مثل فؤاد معصوم على تقاعد مجز ومخصصات، وهو لا يتمسك بجنسيته الثانية. وفي أي من البلدان سمعنا أو قرأنا أن رئيس الجمهورية يسكن في بلد آخر، وأن رئيس وزراء سابق ووزيرا للخارجية قرر أن يقضي بقية حياته في لندن بعد أن صدع رؤوسنا بحكم عن الوطن والمواطنة والمارد الذي خرج من القمقم؟ ولعلكم تتذكرون حكاية المستر بيكر مربيعي، وقد كتبت هنا قبل أكثر من أعوام عن واحدة من مفاجآته المثيرة، حين اكتشفنا أن مستشار أمننا الوطني يحمل جواز سفر بريطانيا باسم بيكر مو. إننا أمام عملية فساد منظمة، أبطالها يستغلون مناصبهم في الاستيلاء على رواتب تقاعدية ومخصصات وامتيازات ليتمتعون بها هم وعوائلهم في بلدان أخرى. عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأردن ولبنان والعراق، نشرت صحيفة القدس العربي تقريراً أعدته مجموعة الأزمات الدولية، حيث يستورد لبنان أكثر من 80% من الحبوب من أوكرانيا، مما يجعله عرضة لصدمات الأسعار، كما فقدت البلاد حوالي 4 أخماس طاقتها التخزينية في انفجار ميناء بيروت عام 2020 الذي دمر صوامع الحبوب الرئيسية في البلاد. وأوضحت مجموعة الأزمات الدولية على موقعها الإلكتروني الرسمي أن المرافق المتبقية بميناء طرابلس والصوامع التي يملكها أصحاب المطاحن لا تكفي لشهر واحد. أما في العراق فإن الأمر ينذر بكارثة إذا انخفضت أسعار النفط. في العراق اندلعت الاحتجاجات في العديد من المحافظات الجنوبية خلال الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب وزيت عباد الشمس، وهي مواد تستوردها بغداد من روسيا وأوكرانيا، ولكن ليس بشكل كامل على عكس بعض الدول الأخرى في المنطقة. وبحسب ما ورد من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الحبوب في العراق 3 أضعاف تقريبا، من 900 مليون إلى 3 مليارات، كما تتزامن آثار حرب أوكرانيا مع آثار الجفاف الشديد خلال موسم الحصاد عام 2021. ولاحظت مجموعة الأزمات الدولية أن عدم كفاءة برامج توزيع الغذاء في العراق قد أدى إلى تفاقم المشكلة، وقالت إن الحكومة لن تستطيع في النهاية تحمل فاتورة الغذاء المتزايدة إلا إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة. وعلى الرغم من امتناع العراق عن الانحياز لأي طرف في الصراع، إلا أن تأثير حرب أوكرانيا على المستوى السياسي الداخلي كان ملحوظاً، حيث انقسمت الكتل الحزبية الرئيسة فيما يتعلق بالحرب بين تيارات تدين العدوان الروسي وأخرى تتعاطف مع المخاوف الأمنية الروسية ضد حلف الناتو. قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إنه بعد مرور 20 سنة على المذابح التي ارتكبت بحق المسلمين في غوجرات، هناك الآن جيل كامل من القوميين الهندوس الذين باتوا أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن تصفية المسلمين سوف تحسن من معيشتهم. وفي مقال للكاتب أزاد عيسى قال إن ثمة مشروعا كبيرا للتطهير العرقي يجري تنفيذه في الهند تحت عنوان لا خيار أمام المسلمين سوى التحول أو الموت. بحجة الاحتفال بميلاد الإله رام والذي يعرف باسم رام نافامي، حل آلاف القوميين وأدعياء التفوق الهندوسي بعضهم يشيرون العصية والسيوف بالأحياء المسلمة، يبثون رسائل الكراهية ويتحدون المسلمين ويستفزونهم، فيما لو نجم عن ذلك أي نوع من الشجار تسارع الدولة إلى التدخل بكل ما أوتيت من أدوات القمع الوحشي. في منطقة خارجون في ماديا برادش، ثاني أكبر ولاية في الهند، تم تدمير ما لا يقل عن 16 بيتاً و29 دكاناً معظمها مملوكة لمسلمين، وذلك في أحداث استفزازية مشابهة وقعت في 10 أبريل نيسان. ادعت السلطات الهندية أن المنشآت التي دمرت كانت غير قانونية، إلا أن أسد الدين عويسي رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين في عموم الهند
رد على ذلك في مؤتمر صحفي قائلا إنه حتى لو كانت تلك البيوت منشآت غير شرعية فقد كانت الإجراءات القانونية لا تزال سارية بشأنها. وأكد عويسي أن الذي وقع إنما كان عقوبة جماعية أنزلت بحق المسلمين، لم يزل المسلمون يعيشون على هامش الحياة السياسية والاقتصادية منذ عقود في الهند، ولكن منذ أن وصل ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014 فقد بات المسلمون كبش فداء لكل ما تعانيه الهند من أمراض. انتشر فيديو مع صور عن اشتباكات بين الشرطة وأشخاص أجبروا على مغادرة منازلهم في شنغهاي مع دخول المدينة الأسبوع الثالث من الإغلاق العام للحد من انتشار فيروس كورونا بحسب موقع بي بي سي العربية. وبات الملايين محاصرين في منازلهم في وقت تحاول فيه شنغهاي احتواء تفشي جديد للفيروس، ويوضع كل من تظهر نتيجة فحصه أنه مصاب بكوفيد 19 في الحجر الصحي، ولكن مع وجود أكثر من 20,000 حالة جديدة يوميا تجد السلطات صعوبة في إيجاد مساحة كافية لهم في المستشفيات ومراكز الحجر الصحي. وقد حولت المدينة في الأسابيع الأخيرة قاعات العرض والمدارس إلى مراكز للحجر الصحي وأنشأت مستشفيات مؤقتة. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.